بداية في عمر سليمان، خلينا نخش في الموضوع الجديد. عمر سليمان هو المرشح الأكثر قبولا من الإخوان المسلمين. الإخوان المسلمين في فترة عهد مبارك كانوا لا يثقون. طب لو كان الأكثر قبولا بيرشحوا حد من عندهم ليه؟ ما هو السيناريو مشي زجزاج لاين، خطوة كده وخطوة كده. في حاجة في التجارة اسمها دفتر الأستاذ. فدفتر الأستاذ ده فيه الحاجات اللي له وعليه الناحية التانية. فبيمشي خطوة له وعليه، اللي هو زي ما أستاذنا قال إنه قواعد اللعبة. فلو أنه إعلان عمر سليمان تم قبل أسبوع، ما كان الإخوان بحاجة إلى الإعلان عن خيرة الشاطر. أنا ما بتحدثش باسم الإخوان، بتحدث باسم محمد الجواري مش باسم الإخوان. لكن الدلائل كلها تقول هذا، وكمية الود اللي بين عمر سليمان وبين الإخوان المسلمين هي التي سمحت له في أثناء الثورة أنه يشير بسباباته إلى أنه الفرصة دي مش هتتكرر. ليه؟ لأنه هو حاول يوجد لهم هذه الفرصة مع الرئيس مبارك مرة واثنين وثلاثة، على خلاف أجهزة أخرى كانت لا ترى أنه فيه أي مبرر لإيجاد هذه الفرصة. الوحيد اللي كان بيضمن أنه يبقى فيه فرصة لأنه يبقى الإخوان موجودين في النسيج السياسي الوطني كان عمر سليمان. الإخوان يقدرون هذا الموقف لعمر سليمان ويعتبرونه أكثر من الباقين في نظام مبارك بما فيهم الأجنحة الأمنية والقانونية والاقتصادية والسياسية قدرة على الحوار معه. طبعا ده كان له علاقة بملفات أخرى دولية تتماس مع الإخوان، يعني ملفات كانت بالتعبير البلدي بتجيب اسم الإخوان معها، زي ملفات حماس وكوكا وملفات. أعتقد الحرية والعدالة قالت لن يسمحوا بعودة نظام مبارك، مش كده؟ يعني ده ما احنا قلنا انه ده فيه في الدفتر اللي هو بتاع التجارة له وعليه، فلازم في له دي يحط الجملة اللي قلتها حضرتك، وفي عليه يقول الجملة اللي انا بقولها. واستاذنا قال انه الاخوان بيشتغلوا بقواعد اللعبة، وهو بس مش حافظ بيت المتنبي بتاع وضعه السيفي معهم، فقال لك يعني الحكمة انه ما تقول لنا. طب البيت لا حرام بقى، والله يعني لا تقوله. وضع الندى في موضع السيفي مضر كوضع السيفي في موضع الندى، ده بيت شعر المتنبي. يعني في امر يكون في لين وامر يكون في شده، وزي ما قال الدكتور محمد انا اقول لك من الكواليس، سنه 95 وكنت محامي مع الاخوان في قضيه اول قضيه وتاني قضيه 95 و96، وحصل ان في شخصيه اسلاميه كبيره هتحفظ عن ان انا اقول اسمها تدخلت لصلح ما بين الاخوان والنظام. والشخصية دي جلست مع عمر سليمان، وعمر سليمان وضع بعض شروط للصلح، وافق على هذه الشروط الإخوان، إلا أنه عندما عرض الأمر على حسني مبارك رفض هذا الأمر، فما كان من المستشار مأمون الهضيبي إلا قال إحنا كمان بنرفض الاستمرار في الصلح، وصدرت الأحكام على في القضية الأولى 95 و96 ب5 سنوات و3 سنوات. تفضل يا دكتور. ده يرجعنا لنموذج اخر، يعني استاذنا جوده يعني هيفاجئ باني بحكيه لكن بعيد خالص عن الموضوع، لكن هو يدينا عشان استاذنا بيحب يفهم بالمنطق التجاري مش بالمنطق النصوصي القانوني، بيزعل من بعض نصوصها ويتصور انه. لكن سنه 44 وسنه 42، في 42 الاخوان نزلوا ب 17 واحد. النحاس باشا راجل عظيم طلب الحسن البنا لمقابلته، الامام الشهير حسن البنا، واقنعوا انه ما ينزلش، والامام حسن البنا كان سعيد بكده وانتشرت الدعوه. كان لهم 17 واحد مرة. طبعا صحيح. تسدد 17 واحد مره. ف 44 في الانتخابات اللي جت بعد قدوم احمد ماهر في 18/44 الحكومه اللي بعدها، الاخوان قالوا ننزل. نزل الامام الشهير حسن البنا نفسه دايره الاسماعيليه، وكان المنافس بتاعه سليمان عيد اللي هو خال عثمان احمد عثمان، ونزل سبعه تانيين. يعني ما كانوش زي المره الاولانيه 17، ده نزلوا ب 40% من اللي نزلوا بهم المره الاولانيه. لكن الحكمه بتاعت يعني احمد ماهر راجل عظيم انا احبه جدا جدا جدا، لكن يزيد عنه النحاس انه عنده الحكمه بقى، مش كل كلمه يمسك فيها زي حضرتك كده، ومش كل بناء شيء لا، يعني فيه
ماستر في ماستر بلان قدامه اطار عام للقضيه. فدرجه انه احمد ماهر احرج في حكايه سقوط حسن البنا في دوله، فاضطر، هو راجل شجاع، فالشجاعه احيانا تخليك تصرح بالحقيقه، لكن الحكمه تخليك تقول ليس كل ما يعرف يقال، ليس كل ما يقال حان اوانه، وليس كل ما حان اوانه صحيح، وليس كل صحيح مقبول، وليس كل مقبول مفهوم، وليس كل مفهوم مرحب به. المسلسل الكبير بتاع استدراك بس بسيط قوي. ازاي ازاي انت عايز تسمع ولا عايز تستدرك؟ انت تقعد هنا زي التلميذ، زي التلميذ عشان انا اسني واعلم، ما فيهاش هزار. على فكره انا اسني زيه بالظبط. انا عجبتني انا اسني، يعني انا واحد الشباب اللي فيكم يعني. لا ما هو انا اسف جدا، انا اسف جدا. احنا لسه ان شاء الله يعني عشان ده مؤلف 90 كتاب اللي لسه بنقوله ده كله، وموسوعات تاريخيه. هو يا سيدي اسمع، اللي بنقوله ده مبتدا، لسه ما قلناش الخبر. هتتكلم احنا بنقول مبتدا، كل دي جمله على بعضها كده في محل مبتدا، لسه ما قلناش الخبر. هتستدرك في المبتدا يبقى انت زي مذيعات التلفزيون المصري. انت هتدخل في الاعلام شمال. يا سيدي احنا بنتكلم حوار جد، في الموضوع جدي جد، انت اللي مش عايز تاخده جديه بتقطعه بالايه، بانك انت فاكر انه الاسلوب الماركسي في تشتيت الثاني، بانك انت كل شويه تخش له بكلمه ينفع في الاخوان المسلمين. الاخوان المسلمين اكبر من الماركسيه بكتير، اتعلم يعني. خلاص بينا ماركسيين كمان؟ لا ده انت عايز تطبق اسلوب الماركسي في الاخوان المسلمين. البرنامج هيروح في الخناقات. فين الساعه معاكي كام؟ لسه قدامنا شويه كتير. احنا لسه في المبتدا، المبتدا لسه، لما المبتدا هيخلص ونخش في الخبر هقول لك الخبر جه وخش استدرك. لكن واحد بيقول هتقول ايه؟ خلاص يا دكتور هتسمع لي استدرك. خلاص بقى هي استاذنا، بس يا استاذ خلاص بقى اشرح قول الخبر. دكتور اسف. لا لا والله العظيم يا دكتور، انتوا حولتوا الجلسه الى مجلس. لا 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 وقعدت مصطبه ولا قهوه؟ لا 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 يا دكتور محمد، دكتور محمد يا دكتور محمد، يا دكتور محمد لا مش فاهم بلدي هنا، خاطب راي عام. تعالى بس والله العظيم ابدا، والله العظيم ابدا. خلاص هو حر. لا 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 مش هنمشي ورا بعض في الاستوديو، انت رايح فين اساسا؟ انا جايه لك اهو، هنقفل السكة. هو هنا الطريق، هنا 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 يا دكتور، من مكان غلط. تعالى بقى معايا. زي ما دخلت غلط بتخرج غلط. ما ينفعش. لا 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 ما ينفعش. ما ينفعش والله انا هكمل. ما ينفعش. مش هكمل والله. مش هكمل والله العظيم. مش على قهوة بلدي هنا، احنا بنخاطب رأي عام. في قضايا حيوية للشعب المصري. سيب الميكروفون. انت وديت الميكروفون فين؟ تعالى بس. مش هكمل والله. لا والله والله العظيم لا هكمل. وحياة النبي لا تنسى. رأي عام مصري في قضية حيوية تمس مستقبله، يجب أن نتعامل معها بجدية، مش قاعدين على قهوة بلدي ولا في مصطبة. خلاص أنا آسفة. حضرتك اتفضل ولا يمكن أسمح لك. حلفت بالله العظيم لن أكمل. لا خلاص. حلفت بالله لن أكمل. لا 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 لا. حلفت بالله لن أكمل. لا لا لا. وأنا حلفت بالله لن أكمل. وأنا حلفت عليه. والله لن أكمل. والله أنا حلفت عليه. إما أن نحترم الرأي العام ونحترم أن نخاطبهم في البيوت، وإما أن نذهب. اتفضل اتفضل.